فضيحة جديدة بطلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحدثت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية بعد اتهامه بتدبير مؤامرة للإطاحة برئيس أكبر الأحزاب المعارضة. خيوط المؤامرة كشفها الكاتب التركي المخضرم رحمي توران في مقال له بصحيفة سوزغو اليسارية المعارضة، عندما تحدث عن لقاء جمع أردوغان بأحد النواب البارزين في حزب الشعب الجمهوري. اللقاء وفقا لتوران عقد في قصر الحكم لترتيب وسيلة للإطاحة برئيس الحزب كمال كليشدار أغلو، حيث طلب أردوغان من النائب ترشيح نفسه لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة متعهدا بدعمه. الشعب الجمهوري استنكر ما قام به أردوغان معتبرا ذلك محاولة منه لتخريب الحزب من الداخل، فيما اعتبره كليشدار رغبة من الرئيس التركي لزرع الفتنة، وصفا الشخص الذي التقاه أردوغان برجل القصر الذي لا يحمل أي انتماء للحزب. وفور الكشف عن اللقاء رجحت مصادر تركية أن يكون الطرف الثاني هو محرم إنجا، العضو البارز في الحزب الذي نافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2018. الكشف عن الاجتماع السري هز أردوغان وأركان نظامه إلى الدرجة التي دفعته للخروج في لقاء جماهيري نافيا كل ذلك ومعلنا استعداده للاستقالة في حال إثبات صحة هذا اللقاء. بينما أفصح رحمي توران عن مصدر معلوماته حول اللقاء وهو الصحفي طلعت أتيلا، بالإضافة إلى تأكيد رئيس حزب الشعب هذه المعلومات.